أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. درج العالم في يوم 30 من شهر 8 اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري درج على إحياء هذه الذكرى للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين اختفوا قسريا. اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري هو يوم 30 من شهر 8 من كل سنة. في حلقتنا اليوم سنسلط الضوء بمناسبة هذه الذكرى على تأثير الاختفاء القسري على المختفيين وأسرهم. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستمع لكل من الأستاذ عثمان بصري الصادق المحامي عن المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، وكذلك نستمع للدكتورة هنيدة بدوي عبيد ممثل أسر ضحايا المختفيين قسريا بالسودان، ونختتم بالمعالجة النفسية ريم بيومي. كل ذلك لتسليط الضوء على تأثير عملية الاختفاء القسري على المختفيين قسريا وعلى أسرهم. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بحديث من الأستاذ المحامي عثمان بصري الصادق من المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري. 30 أغسطس هي ذكرى إحياء العالم للفت الانتباه لأولئك الضحايا الذين يقبعون في أماكن سيئة وظروف اعتقال رديئة. للأسف الشديد السودان بمر بفترة عصيبة جدا، وتزايدت فيها أعداد المخفيين عصريا بنسبة مقلقة ومؤلمة لكثير من الأسر. يمكن المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري في آخر تقرير لها اللي صادر تحت اسم مثلث برمودا دون أو سجل 1140 حالة بتاعت اختفاء قسري لجميع فئات المجتمع، من الشباب، من الكبار، من النساء، من الرجال، من الأطفال، وحتى ذوي الأمراض النفسية. يمكن يكون التوثيق المجموعة السودانية أيضا مع بعض الناجين من المعتقلات اللي أبدوا فيها مخاوفهم على رفاقهم الذين ما زالوا يقبعون في هذه المعتقلات، حيث وصفوا أن المعتقلات رديئة للغاية. يمكن يكون طوال فترة الاحتغال لن يسمح لك بأنك تستحمى، الوجبات على غلتها يعني برضو هي رديئة وما فيها قيمة غذائية. يمكن يكون بتتوفر لك وجبة أو وجبتين بالكثير في اليوم. أنت بتكون في منطقة مظلمة غالبا قاعد تكون هي بدرومات، قاعد تكون أماكن ضيقة بفي أعداد كبيرة جدا من المعتقلين. تزايد هو مغلق للناشطين وللمجتمع السوداني بصفة عامة، لأنه يمكن يكون حوادث الإخفاء القسري هي منذ حرب الجنوب مرورا بالمنطقتين الأزرق جبال النوبة، حرب دارفور، دخول حركة العدل والمساواة لأمدرمان، دي كلها كان فيها أعداد من المخفين القسريين حتى الآن. ويمكن يكون لضعف التوثيق وللسياسة المتبعة في السودان، سياسة الإفلات من العقاب، كلها جعلت أنه الطي النسويان يلف هؤلاء الأشخاص. ممكن يكون برضو في عهد الإنقاذ حوادث، ظهرت حوادث الإخفاء القسري، يعني يمكن يكون أبرز الشاعر أبو ذر الغفاري، لكن برضها لم يتم معاقبة الجناة الذين يعني مارسوا هذه الجريمة، جريمة الإخفاء القسري. ولكن ظل يعني يمكن يكون التفت الانتباه لها أو بدت يعني الاهتمام بها في أحداث فض الاعتصام، حيث تزايدت الأعداد بصورة كبيرة. يمكن يكون لجنة التحقيق قوّرت النيابة العامة بعد في عبارة الفترة الانتقالية وثقت يمكن لـ30 حالة، ولكن برضو اللجنة لأسباب ولقيام الإرادة السياسية هي ما وصلت عملها أو توقف عملها يعني دون أنها تكمل مهامها. بعد ذلك حدثت حالات اختفاء قسري أبان الاحتجاجات بعد انقلاب أكتوبر. الفترة دي هي بعد انقلاب أكتوبر حتى قيام الحرب توثقت 5 حالات، وكل ظل الجناة مرتكبي هذه الجريمة يعني حرين طليقين، لم ينالوا
العقاب على ما ارتكبوه. بعد جت حرب ابريل اللي توسعت بشكل كبير جدا ظهرت الاختفاء القسري، وظل يمارس الطرفين، ودائما بتكون اسباب الاخفاء هي اتهامك بانك انت متعاون مع طرفي الحرب. دي يمكن يكون عانوا منها كثيرين جدا، وعانت منها اسر كبيره جدا، فقد كبير جدا لعدد كبير، يمكن زي ما قلنا الرقم 1140 ده هو اللي يتوسق والوصل للناشطين وتوصل للمجموعة السودانية تحت الاختفاء القسري وقدرت توثقته. لكن الأعداد هي أكبر من كده، أكبر من كده كثير جدا أعداد المخفيين قسريا. لذلك هي كظاهرة مغلقة جدا، ويمكن يكون حصل لها تطور لحد إنه يا أخي في عائلات كاملة بيتم إخفائها، زي ما حدث لأسرة المحامي هيثم. دي يعني يمكن يكون الحوادث دي هي بقت مغلقة ومرعبة للمجتمع، والأسر ظلت في حالة خوف على مصير أبنائها. في اليوم العالمي محتاجين إنه السودانيين يقفوا مع أسر الضحايا، لأنهم بيمروا بظروف نفسية واقتصادية يعني مغلقة وخطيرة. لذلك نناشد أيضا المدافعين عن حقوق الإنسان وكل المنظمات الدولية إنها تقف وتعلي من شأن اهتمامها بقضية المخفيين عصريا، وتساعد الأسر حتى إنه تعرف مصير أبنائها، ويطلق صراحة لا ما زالوا يقبعون في الفتغلات، ويحاسب الجناة على هذه الأفعال التي ارتكبوها في حق السودانيين. وتأتي خطورة جريمة الإخفاء القسري لأنها هي بتحرم الشخص من الحماية القانونية، لذلك هو معرض لأنه ترتكب في حقه كثير من الجرائم. كذلك يمتد تأثيره إلى الأسرة اقتصاديا وأمنيا وغيره من الأشياء اللي كان بيقوم بها العائل بتاع الأسرة، والآثار النفسية أيضا اللي طغى على الأسر في فقد أحباء. لذلك العالم حدد 30 أغسطس هو يوم للفت الانتباه لهذه الجريمة، ونحن في السودان محتاجين إنه يا أخي نقف في يوم 30 ومع أسر الضحايا حتى معرفة مصير أبنائهم. لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، اللي بيتعمل كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم. أوقفوها، لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. 30 أغسطس، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ذكرى سنوية للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين أخفيوا في أماكن سيئة، ويجهل ذويهم أو ممثليهم القانونيين أي شيء عن مصيرهم. تضامناً مع ضحايا الاختفاء منذ أحداث فض الاعتصام وانقلاب 25 من أكتوبر وحرب 15 من أبريل 2023، حيث ارتفعت أعداد المخفيين جراء الحرب إلى 1140 شخصاً من الرجال والنساء والأطفال والمرضى النفسيين، حسب آخر إحصائية للمجموعات السودانية لضحايا الاختفاء القسري، حيث أفاد بعض الناجين أنهم يواجهون ظروف اعتقال غاية في السوء وأماكن تدور فيها الاشتباكات. ومع تزايد الأعداد تطورت الجريمة حتى إخفاء عائلات كاملة، مما أدخل الخوف والرعب في المجتمع وزاد القلق لدى أسرهم بشأن مصيرهم. نناشد المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية وكل الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان الوقوف مع أسر الضحايا لمعرفة مصيرهم وإطلاق سراحهم ومحاسبة الجنات، معا من أجل السودان خالي من المختفين، معا لوقف الحرب. أسر الضحايا يعيشون أوضاع نفسية سيئة. المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، 30 أغسطس، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء. مرحبا بكم مجددا في برنامج في الميزان مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ونحن نتناول تأثير الاختفاء القسري على المختفيين وأسرهم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمختفيين قسريا، والذي يصادف 30 من شهر 8 من كل سنة. وفي الفقرة القادمة مستمعينا الكرام نستمع إليه أسر ضحايا المختفيين قسريا والأوضاع التي يعيشونها بسبب هذا الاختفاء القسري، ونستمع إلى الدكتورة هنيدة بدوي عبيد ممثل أسر الضحايا. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله ربنا يصلح على البلاد والعباد ويديم الأمن والأمان علينا.
نحن كأسر مفقودين بصراحة، بنعاني معاناة حقيقية من كل الجهات، نفسيا اجتماعيا ماديا. يعني الحاجة المشكلة ضغط علينا كبير، بنعاني نفسيا في الفقد في حد ذاته، انه بكون انت عندك زول عزيز عليك، انت ما عارف على حاصل عليه ولا مصيره شنو، ما عارفه هل هو موجود ميت، لو موجود قاعد صحيح سليم الحاصل عليه وشنو. فنحن ناس مؤمنين، لما انت تقول لك شخص قد توفى خلاص كلنا مؤمنين احنا لها، لكن مسألة انت ما عارف الحاصل عليه وشنو، دي في اكبر ضغط نفسي على الاسر، لانه بتقعد تفكر كثير، يا ربي حصل شنو، يا ربي كويس، يا ربي ازوه، يا ربي، يعني كل الافكار السلبيه كلها بتجي في راسنا. وكذلك الحاجه الثانيه، المصير المجهول. يعني انت نحن المفقود اغلبيه الاسر ما بتكون عارفه هو وين، ولا الجهه اللي ماسكاه منه، ولا الحاصل عليه شنو. فمن برضو بنصير نقوم في الدوامة بتاعت التفكير بتاعت المصير المجهول، انه اللي حيحصل شنو، انه الاحتمالات الواردة كلها شنو. كذلك بنفكر في، يعني الضغط النفسي برضو من ناحية التفكير في هو ذاته وفي الأسرة اللي حيحصل عليها شنو بعدين، لانه أغلبية يعني المفقودين هم سواء كانوا من الرجال بيكونوا دايما هم معيلين لأسرهم، فالضحايا هم الأسر برضو بشكل ثانوي برضو، لأنه المفقودين دي هم آباء لأطفال، هم أولاد لأمهات، هم أخوان لأخوات. فحقيقة الحاجة دي أثرها كبير شديد، يعني ما بتتوقف فيه على المفقود بس. الحاجة الثانية برضو نحن اجتماعيا بنعاني من الموضوع ده، وكذلك ماديا. فأغلبية الأسرة بتعاني، لأنه ممكن يكون المختفي ده هو المعيل بتاع الأسرة الوحيد، فالأسرة بعد فقدته بتبدأ تتصرف وتفتش على مصدر تاني للإعالة، أو وظيفة تانية، أو فرص بتاعت عمل عشان تعين نفسها. غير كده إنه برضو بشكل ضغط مادي عليهم، من ناحية إنه عملية البحث ذاتها في حد ذاتها مكلفة. يعني مثلا أنا كمثال، كل فترة بيجيني اتصال إنه والله في شخص في الحتة الفلانية قال إنه شاف زول بنفسي أوصافه كده، أنا بضطر عشان ما في وسائل اتصال، ما في شبكات، أضطر أركب مواصلات عشان أمشي أفتش الشخص اللي قال ده، وممكن يكون شنو، يعني إشاعة أو معلومة ما حقيقية. وحصلت معي أنا شخصيا، قالوا لي إنه في زول قابله في مكان، ومشينا على 3 مدن إحنا بنفتش في الشخص اللي قابله ده، في النهاية لما لقينا قال لا، إنه ده اسم على مسمى ومدى ما الشخصية اللي إحنا قاصدينها. فكتير من الأسر بتعاني بتصب برضه من حاجات زي دي، ودي كلها ضغط يعني مادي وضغط اجتماعي عليهم، غير الظروف بتاعت الحرف في حد ذاته. وبرضه من الحاجات بشكل ضغط كذلك النصابين وضعف النفوس. للأسف برضه أنا شخصيا تعرضت لحاجة زي دي، وغير أسر كثيرة، إنه بيجوك بخشوا لك في الخاص، بخشوا لك في الفيسبوك وكده، تدفع علينا مبلغ مالي بمقابل انه احنا نديك صورة او نخليك تتكلم مكالمة مع شخصك المختفي. فدي كلها ضغوطات الاسرة بتتعرض لها. الضغط النفسي الاكبر من ديل كلهم هو فكرة ان احنا كأسر ما بيدنا حاجة نعملها، دي اصعب حاجة، انه احنا قاعدين مكتفين، ما في جهة نقدر نلجأ ليها، ما في خطوة نحن عملية ممكن نعملها، يعني كلها جهود فردية، انه ننشر في الفيس، ننشر في الجروبات، نسأل الناس بطريقتنا، يعني كلها حاجات صراحة ما عندها جدوى، يعني لا ولا لقينا عائد منها ولا لقينا مقابل لحد الآن. ففكرة إنه ما في شيء يتعامل، ده أكتر حاجة مسببة لنا ضغط نفسي، أكتر من الأسباب المادية والأسباب الاجتماعية وغيرها. نتمنى يعني إنه لو كان في جهة بعينها إحنا بنقدر نوصل صوتنا ليها، نرفع عندها ملفات مفقوديننا، نتابع معها وهي تتابع معانا، بحيث انه احنا لو لقينا معلومة نوصلها لهم، وهم لو لقوا حاجة يوصلونا لها، بحيث انه نحس انه في حاجة بتتعامل، حتى لو ما في جهود في الوقت الحالي، لكن على الاقل انه في شيء بيتعامل، في شيء احنا ممكن نشوفه. زي ما بقولوا الغرقانة تتعلق بقشة، احنا لو لقينا الحاجة دي في حد ذاتها ممكن تكون صبرت لنا داعم شوية، تخفف من معاناتنا حبة، لحد ما لقدام نشوف الحل النهائي. فعشان كده أنا بتمنى لو كانت حاجة تتعامل جهة قانونية أو جهة من الحكومة أو كده، أو إن شاء الله من المنظمات، إنه جهة رسمية بتعرف الإجراءات الممكن تتعامل شنو، نحن نكون وراها، نحن ندعمها وهي تدعمنا. خصوصا إنه الملف بتاع الضحايا للأسف ملف يعني مخفي، إحنا ناس أسر لضحايا مدنيين، يعني المفقود بتاعنا مدني، أنت المفقود العسكري ذاته أو النظامي هو مفروض
انه يكون معتقل في حته معلومه اسرته تتواصل معاه ويشوفوا احواله وكده، فما بالك بالمدنيين اللي اصلا ما عندهم علاقه لا بسياسه ولا بقوات عسكريه. لكن الحاصل في الوقت الحالي انه احنا حاليا المفقودين صوتا ما في زول اصلا جايب خبرهم، ما في جهه رسميه في الدوله لحد الان اتكلمت ولا بالمره عنهم، ولا سمعنا عنهم في اخبار، ولا سمعنا عنهم في 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 في, في اعلام، ولا سمعنا عنهم في مفاوضات، مع انه هو ملف الاسره ده من الملفات اللي المفروض يعني من الأجندة اللي بيتكلموا فيها الناس في المفاوضات، يعني ده اللي احنا سامعينه وعارفينه في العالم برا، لكن اللي حاصل عندنا هنا للأسف ما في زول جايب خبر أو سيرة عنه. فعشان كده أنا رسالتي للناس إنه يا ريت تنتبه للملف ده ويطلعوه ويشوف النور ويشوف الإعلام، عشان الناس تقدر تتضامن معانا، عشان الناس تقدر تساعدنا، حتى لو ما قدمت حاجة ملموسة أقلها يكون دعمي نفسي إنه في نحن واقفين معاكم، إحنا متذكرينكم، أنتوا عندكم أطفال وعندكم أمهات وعندكم زوجات وعندكم حاجات كلهم بيرتبطوا بالشخص المفقود ده، إحنا حاسين بيكم، إحنا واقفين معاكم. فدي حتى لو ما جابت نتيجة ملموسة نفسيا بتكون وضعها أفضل في نفوسنا. ونتمنى إن شاء الله ربنا يصلح الحال، ونتمنى الأمن والأمان لبلدنا السودان إن شاء الله. لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي طلع، اللي بيسمع له كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم. أوقفوها، لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. 30 أغسطس، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ذكرى سنوية للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين أخفيوا في أماكن سيئة ويجهل ذويهم أو ممثليهم القانونيين أي شيء عن مصيرهم، تضامنا مع ضحايا الاختفاء منذ أحداث فض الاعتصام وانقلاب 25 أكتوبر وحرب 15 أبريل 2023، حيث ارتفعت أعداد المخفيين جراء الحرب إلى 1140 شخصا من الرجال والنساء والأطفال والمرضى النفسيين حسب آخر إحصائية للمجموعات السودانية لضحايا الاختفاء القسري، حيث أفاد بعض الناجين أنهم يواجهون ظروف اعتقال غاية في السوء وأماكن تدور فيها الاشتباكات، ومع تزايد الأعداد تطورت الجريمة حتى إخفاء عائلات كاملة، مما أدخل الخوف والرعب في المجتمع وزاد القلق لدى أسرهم بشأن مصيرهم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وفي ختام حلقتنا من برنامج في الميزان والتي نتناول فيها تأثير الاختفاء القسري على المختفين وأسرهم، وفي الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام نستمع إلى المعالجة النفسية ريم بيومي، وهي تتحدث عن تأثيرات الاختفاء القسري على المختفيين وعلى أسرهم، فلنستمع إليها. السلام عليكم ورحمة الله. هأتكلم عن الآثار النفسية للاختفاء القسري على الطرفين، على المخفي وعلى أسرته. في الحقيقة الشخص نفسه الممارس عليه الاختفاء أو المخفي أو المعتقل بيكون دائما في حالة بتاعت قلق وتوتر مستمرين على نفسه، لأنه في الغالب ما بيكون قادر يحدد شنو الجهة اللي اعتقلته أو أخفته حيكون مصيره معاهم شنو. قد يموت، قد يعني يتعرض للتعذيب، قد يتعرض للامتهان، قد يتعرض للاعتداء أيا كان نوع الاعتداء. أحيانا الاعتداءات الجنسية والاغتصابات، ودي طبعا تفضل الأستاذ الحقوق يتكلم عنها، فده بيخليه في حالة بتاع ترقب وقلق شديدين جدا جدا وهو داخل معتقله أو في مكان اختفائه، وبالتالي بيكون مشتت جدا، ما يؤثر جدا على وضعه النفسي والصحي. الإنسان كائن باكيج واحد متكامل، يعني إذا كان وضعه النفسي مضطرب فبالضرورة كذلك وضعه الصحي ما بيكون يعني منضبط أو كما يجب أن يكون. كذلك بداخل المعتقلات أحيانا يتم تجويع المعتقلين، الجوع واحد من أسباب الاكتئاب. الشعور بالجوع نفسه بينتج عنه ضعف كبير جدا جدا على المستوى البدني، وبعدها
بيتحول لشعور بالاكتئاب، لأنه الإنسان بيكون جسده أوتوماتيكلي فيه عناصر مفقودة، بالإضافة للشعور السيء المستمر بالجوع. ففي إذا حدث لهم تجويع برضو كذلك، يعني واحدة من الحاجات اللي بتخليه نفسيا ما يكون مرتاح ويكون ما متوازن. إذا اتعرضوا للامتهان والاعتداءات الجنسية، ولأنها بتهبش الكرامة ومربوطة بالعار كذلك، دي واحدة من الحاجات اللي تأثيرها قوي جدا على نفسيات المعتقلين. بالكلام السوداني كدي بالعديل بتحصل لهم حاجة يسمها كسرة نفس، لأن مستوى التعنيف بيكون ويصل المرحلة القصوى أو ذروته. أنت بتهبش الإنسان في أعز ما لديه، يعني حتى إحنا الأعضاء الخاصة نسميها أعضاء حميمة لأنها هي خاصة وصاحب فقط، وممنوع إنه يعني ما بتسمح لأي شخص إنه يشاركك أعضاءك. ففي الاعتداءات الجنسية في المعتقلات أو في أماكن الاختفاء أحياناً صاحب السطوة بيمارس الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، وهنا ذروة الامتهان والتعنيف. أحياناً بيحصل مرحلة يعني الممارس عليه أو المعتقل بيصل مرحلة من الضعف النفسي، إنه حتى إذا ناديته باسمه ما بيرد عليك بعد الاعتداءات الجنسية. فالآثار النفسية على المعتقل نفسه كبيرة جداً جداً. نجي للتأثير على أسرته. الأسرة في حالة بتاع توقع دائم، بحث دائم، عدم استقرار نفسي، كذلك قلق مستمر عليه، لأنه برضو ما معروف مصيره شنو. الأطفال ممكن يتعرضوا، لأنه في الغالب يعني في أغلب الأحيان المختفين قسريا هم أرباب البيوت وأحيانا السيدات. فالأسر حتى الموجودين في الخارج، أسر المختفين قسريا، ممكن يحصل لهم كسر في الروتين اليومي. يعني الناس الشغالة ما بتمشي الشغل بينما بتمشي في رحلة البحث عن الشخص المفقود، أو على الأقل من الدوائر الرسمية للبحث عن الشخص المفقود. ما يؤثر على دخل الأسرة، ما يؤثر على مستوى الحياة يعني على الأسرة. الأطفال كذلك الفقدان وعدم الإشباع العاطفي والخوف بيكون مسيطر، اضطراب الخوف والهلع، لأنه الحصل ليزول قريب لك في الأسرة سواء كان والد أو والدة أو أخوان ممكن يحدث لك طالما أنت في منطقة بتاعت نزاع. وده برضو واحدة من نتائجه إنه أحياناً الأسرة بتقرر إنها تنتقل، ده إذا ما انتقلت أصلاً أو تضطر تنزح. يعني الانتقال هنا بتكلم هو النزوح، لأنه ما ينتقل مرتب له، بس بتحاول إنها تطلع من المنطقة عشان كمان ما يتعرضوا المزيد من أفراد الأسرة للاختفاء القسري أو الاعتقال. وده طبعاً بيأثر حتى الأطفال. يعني بقول إنه دائماً في حالة بتاعت خوف واضطراب مبالغ فيه من الهلع وعدم القدرة على المواجهة والحاج والسمة دي بتلازم الطرفين الأسر، لأنها بتكون دائماً متخوفة من الوصمة الاجتماعية، لأنه فلان الفلاني ولدكم قريبكم أبوكم كان في المعتقلات، ومعروف إنه دائماً المعتقلات يعني سيئة الذكر بكل الأحوال، بالذات في جرائم الاختفاء، إنه حصل معاه شنو. فتجاوزاً للوصمة العار أحيان كثيرة بتلقى الأسرة اللي اختفى لها شخص ابتعدت تماماً عن المحيط الاجتماعي بتاعه، والمختفي نفسه بعد ما يطلع كذلك بيكون بيعاني من المواجهة الاجتماعية، دائما بيتجنب إنه يواجه الناس، بيتجنب الاحتكاك، بيتجنب التجمعات، ما بيمشي مناسبات. سبق وقلت إنه نفسه مكسورة، عنده شعور بالضعف، عنده شعور بالدونية، لأنه معروف مربوطة الحاجة دي بالانتهاكات، الانتهاكات العميقة جدا، إنه طالما أنت دخلت معتقل بطريقة زي دي كده ففي شنو حصل معك. ومجتمعاتنا لسه لا زالت مجتمعات ثقيلة القوام، يعني قد لا تعطيك العذر لأنه أنت مسلوب الإرادة. أحياناً واحدة من الأشياء الثانية اللي بتواجه الأسر إنه قد يكون في حالة المختفي أب أو والد وزوجته كانت حامل في فترة الاختفاء وأنجبت، أحياناً برضو تواجه اجتماعياً بإنه من وين أنجبت طفلك وحتنسبيه لمنو. وأحياناً لأنه الوضع وضع بتاع النزوح ممكن تواجه مشكلة تسجيل المولود في حال ولدته، أو ممكن يكون اتولد في منطقة أصلاً ما فيها خدمة تسجيل مدني أو سجيل مدني، وين الأب بتاعه، وين مثلاً هكذا. أو إذا كانت المختفية ست برضك
يعني صادف إنها أنجبت في داخل المعتقلات، فبعرض الطفل نفسه للانتهاك، لأنه ما بتقدر تضمن الطرف المعتقل إنه هل هيتعامل مع النيونات بصورة كويسة ولا لا. ممكن هو نفسه يتعرض لخطر الموت في حال ما وجد رعاية صحية، أو أحياناً بيتم ابتزاز الأم بطفلها. نعم، يتم ابتزاز الأم بطفلها، فده بيمثل ضغط نفسي كبير على كافة الأطراف، الشخص المختفي وأسرته. مجمل يعني إجمالا ما يمكن قوله في الآثار النفسية للاختفاء، مرتبطة بالآثار النفسية نفسها، مرتبطة بالوضع العام للأسرة، مرتبطة بالوضع المادي للأسرة في حال المختفي كان هو ربها وهو المسؤول عنها ماديا، توفير لقمة العيش والمكان الآمن. شكرا جزيلا. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا والتي تناولنا فيها، وبمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 من شهر 8 من كل عام، تناولنا فيها تأثير مسألة الاختفاء على المختفيين وعلى أسرهم. أنا بشكر الأستاذ عثمان بصر الصادق المحامي عن المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، الدكتورة هنيدة بدوي عبيد ممثل أسر ضحايا الاختفاء القسري بالسودان، وأخيرا المعالجة النفسية ريم بيومي. وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، حتى نلتقي في حلقة أخرى، ليكن مني أطيب التحايا. أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب. أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي طلع. اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم. أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.